السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نراجعوا ثلاثه ديال لي فيغور دو ستيل من بين لي فيغور دو ستيل اللي كيتحطوا بزاف في الامتحان الجهوي واللي عند الاغلبيه ديالكم مشكل فيه، اللي هما لونتيتيز، لوكسيمور او ليبربول. باختصار شديد لونتيتيز هما جوج ديال الكلمات اللي كيكونوا كيعنيو معنى اللي هو مضاد، يعني جوج الكلمات اللي معارضين وكاينين في نفس الجمله وفارقهم شي حاجه. لوكسيمور نفس المعنى، حتى هو كنعنيو به ضد جوج ديال الكلمات اللي كيكونوا معارضين، مي كيكونوا متجاورين حدا بعضياتهم، مسافين ما فارقهم حتى شي حاجه. فلونتيتيز كتكون فارقهم شي حاجه، ولوكسيمور جوج الكلمات حدا بعضياتهم ما فارقهم والو. ليبربول هي المبالغه، يعني ضروري هنا خصني نفهم الجمله مزيان باش نعرف ان هذاك الشخص اللي قال ديك الجمله راه بغى يبالغ. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعيوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله. اول جمله ديالنا اي افيك لو ميم سوريغ ابان ان بو تريست، بنفس الابتسامه غير هي حزينه شويه. واش كاينه شي سوريغ ابتسامه اللي هي حزينه؟ مادام الانسان ابتسم الا وكيكون اوغو، كيكون فرحان، ماشي تريست. يعني عندنا جوج ديال الكلمات اللي هما مضادين فارقهم شي حاجه. لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز، حاجه كنقولها لكم دائما، بغيتي نقطتك كتب داكشي كيما خاصو يدار، يعني لونتيتيز تكتبوها صحيحه. الا غلطتي فيها راه ما غاديش يحسبوها لك، وغتخرج وغتقول ظلموني وانا جاوبت على هاد السؤال ديال فيغور دو ستيل صحيح وما حطوش لي النقطه ديالو هادي، وتبدا شاد كالكيلو كتحسب. بغيتي نقطتك كتب التعبير المجازي صحيح، اوكسيمور اونتيتيز ايبربول، داكشي يكون مكتوب هو هذاك وما غيظلمك حتى شي واحد. لا فراز نيميرو 2 Mon père ne connaissait rien à l'art délicat de vendre et acheter. سيدي محمد قال لك ان با المعلم عبد السلام ما كيعرف حتى شي حاجه نهائيا في البيع والشراء. هنا ثاني عندنا فوندغ البيع، اشتي الشراء، جوج ديال الكلمات ولكن فارقهم اي اكسبري. درت هذه الجمله هذه هنا عندنا لونتيتيز، يعني فارقهم اي، اذا اونتيتيز. لا فراز نيميرو 3 بلوتو سون فوا لا مور، هاد الجملة قالها لو كونداني المحامي ديالو، قال لي أنا غادي نطلب الطعن في الحكم وداكشي وغنحاول أنني نجيب لك الأعمال الشاقة المؤبدة على أنك تعدم. لو كونداني ما بغاش ديك الساعة، كان مصدوم بأنه غادي يتعدم، وقال لي لا كنفضل أنني ألف مرة نموت على أنني نتحكم بالأعمال الشاقة المؤبدة. ولأني في الأخر ديال الروايه ولا باغي غير الاعمال الشاقه المؤبده ويبقى حي يتسنى العفو الملكي. هنا بغى يبالغ، يعني الانسان ما كيموتش الف مره، كاينه غير موت وحده. لا فيغور دو ستيل هو ليبربول. لا فراز نيميرو 4 اون سيور فرواد سورتي دو مي مومبر، واحد العرق اللي هو بارد خارج من الاطراف ديالي من الجسد ديالي. لو كونداني مني كان نعس في الكونسيرجوري قبل ما يديوه باش يمشي لا بلاص دو غراف باش يطبقوا عليه حكم الاعدام، نعس ومني نعس حلم واحد الحلم اللي هو خايب وناض كله عرقان، وداك العرق بارد. قالنا عرق اللي هو بارد، العرق ما كيكونش بارد، يعني الانسان مادام عرق الا وداته سخونه. يعني جوج ديال الكلمات اللي هما معارضين حدا بعضياتهم، لا فيغور دو ستيل هو لوكسيمور، ولوكسيمور راه بإيكغيك ماشي بإي. لي مارشون فوزي مونطخي دون باسيون سون ليميت، دوك البيع والشراء يعني كيبينوا ولا عندهم واحد الصبر اللي ما عندوش نهايه. حتى يعني هنا عندنا ليبربول مبالغه، ما كاينش شي واحد اللي عنده صبر غير منتهي. كنا عندنا واحد ستاج كنوصلوا ليه صافي كيسالي الصبر ديالنا. هنا غادي نكتبوا ايبربول، بغا يبالغ، يعني راه ما عندهمش الخاطر بزاف مي شويه. لي فينات شونجي اي رومبلاسي بار دي نات نوف، يعني دوك الحصير القدام اللي كانوا في المسيد تبدلوا وتعوضوا بحصير اللي هما جداد بالمناسبه ديال عاشوره. هنا تاني عندنا دي في نات، يعني في شي حاجه اللي قديمه، وهنا عندنا نوف يعني جديد وقديم،
جوج ديال الكلمات مضادين فارقهم شي حاجه، لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. حاولت انني ناخذ جمل دائما مقتبسه من الروايات بثلاثه، لا بواط اونتيغون و لو ديرني جور دان كونداني. ما ميموار في دي ميراكل، يعني الذاكره ديالي كدير المعجزات. سيدي محمد مني بدل البلاصه فين كانوا كيقراو، ما بقاوش كيقراو في المسيد حيت الحراره، مشاو لواحد الضريح ولاو كيقراو تما. سيدي محمد تفتحات لي الشهيه ديال القرايه وقال لك وليت كنحفظ الايات بالزربه، يعني الذاكره ديالي ولات كدير المعجزات. فقط هنا بغى يبالغ، هنا غادي نديرو ايبربول. لا فراز نيميرو 8 et pense sans doute que pour le condamné il n'y a rien avant rien après. دوك لي جوج كيظنوا ان بالنسبه للشخص محكوم بالاعدام يعني راه ما عدوا لا شي حاجه قبل لا شي حاجه من بعد، عادي اننا نقتلوه. هنايا عندنا افون وهنا عندنا ابري، قبل وبعد، فارقهم شي حاجه، لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. لي فرون لي بلو فيير بلوا، يعني هنا كنقصدوا بدوك الناس اللي من الطبقات اللي هي عاليه بزاف، يعني اللي ما كيما كنقولوا اللي مفتخرين كيتحناو. شخص اللي هو مفتخر وحاس براسو وما كيرضاش ما يمكنش انه يتحنى، يعني هنا عندنا فيير وبلوا، شي واحد مفتخر ما كينحاني. جوج ديال الكلمات اللي هما مضادين حدا بعضياتهم ما فارقهم حتى شي حاجه، لا فيغور دو ستيل هو لوكسيمور. جو غوفيان ا لا ميزون مور دو فاتيك، سيدي محمد ملي كانوا كيقادو في المسيد قال لك رجعت للدار وانا غادي نموت بالعيا. بغى يبالغ يعني حيت ضرب تماره بزاف. هنا عندنا تاني لي بيربول، ما يمكنش شي حد غيموت بالعياء. لي زيو مو كويس، يعني الاعين ديالي كيطيبوا، الاعين ديالي كيتحرقوا. هنا عندنا المبالغه، مثلا شي واحد اللي مثلا ضارينو عيني او طاحت لي شي حاجه في عيني كيقول عينيا كنحسبهم بحال كيتحرقوا. فقط بغى يبالغ، هنا عندنا ايبربول. entre alors et à présent il y a une rivière de sang. هاد الجمله هادي هي اللي خلاتنا نقولوا ان الجريمه اللي دار لو كونداني هي ان كريم دو سون، جريمه اللي فيها الدم. هاد الجمله اش من فيغور دو ستيل فيها؟ قال لنا ريفيير، واحد البحيره، واحد النهر ديال الدماء. بغى يبالغ، لا فيغور دو ستيل هو لي بيربول. لي فخيغ زينيس سون مور، الخوت الاعداء ماتوا اللي هما بولينيس و اتيوكل، كانوا مضاربين على العرش يعني ولاو اعداء وماتوا في الحرب بجوج. ميمكنش خوت غيكونوا اعداء، الخوت ما كيكونوش اعداء، معنى اللي هو متعارض. لا فيغور دو ستيل هو لوكسيمور. ان بوتي سوغيغ تريست، ابتسامه اللي هي حزينه. الابتسامه ما عمرها كتكون حزينه، هاد الجمله هادي ديجا درتها واقيلا غير عاودتها. لا فيغور دو ستيل هو لوكسيمور. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الشرح هذا البسيط وفهمتوا هاد ثلاثه ديال التعابير المجازيه وما بقاش عندكم فيها مشكل. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.